بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العلي العظيم. نجلس بوضعية مريحة، يفضل استقامة العمود الفقري. غمض العيون، شهيق وزفير بتوازن. أثناء الشهيق البطن للخارج، أثناء الزفير البطن ينسحب للداخل باتجاه العمود الفقري. زفير زفير زفير، ينخمص للداخل. شهيق، يتحرك البطن باتجاه الخارج. أربع عدات، زفير 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 للداخل. أربع عدات، شهيق شهيق شهيق، بطن الخارج. خمس عدات، زفير 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 للداخل، ثم شهيق شهيق. أربعة خمسة، زفير زفير زفير. أربعة خمسة، منركز انتباهنا على منطقة الضفيرة الشمسية التي تقع فوق السرة بواحد لاثنين سنتيمتر وتحت عظم القص، آخر عظم الصدر، منطقة المعدة. هذه المنطقة بالذات فيها أكبر وأعظم طاقة بالإنسان، أساسية لدوزنة عالمنا الداخلي مع الخارج. هذه الشاكرة وما دونها عم بتعبر عن عالمنا الخارجي بعلاقاتنا وعواطفنا وأحاسيسنا، مشاريعنا ورغباتنا وتحقيق أهدافنا، كله مرهون بطاقات داخلية بالعمق. اعتبارا من هاي الشاكرا، الأحاسيس والمشاعر والعواطف ستسمو باتجاه الأعلى إن أحسننا استخدامها وميزانها. يفضل تعريض هاي المنطقة للشمس الصباحي لفترة لا تقل عن 10 دقائق، نشعر فيها بحرارة هي نفسها بتعبر عن عنصر النار الأولى. شاكرا الجذر عبرت عن التراب، الثانية شاكرا الجنس تحت السرة عبرت عن عنصر الماء، وهذه الطبقة تعبر عن النار. الأولى كانت مرتبطة بحاسة الشم، الثانية بالذوق، وهذه
ترتبط بالرؤية بالعين. لذلك نغمض العيون، نتصور شمس بين الحاجبين مربوطة بقوة نور من الداخل تنبعث عبر شمس كبيرة بهذه المنطقة، منطقة الضفيرة الشمسية فوق السرة. نبعث الحياة فيها من علياء السماء بترديد الأسماء الإلهية: يا كبير، يا عظيم، يا علي، يا جبار، يا كريم، يا عظيم، يا علي، يا قوي، يا جبار، يا كبير، يا عظيم، يا علي، يا قوي، يا جبار. نتصور كيف طاقة الكبير العظيم العلي القوي الجبار عم تتحدر من علياء السماء، من الله، لتتعبر في عالمنا المادي. بقوة التحكم بالعواطف والأحاسيس وكبر اتساع النفس أثناء صيرورتها في عالم الزمان والمكان، وقوة مواجهة أحداث الحياة بشجاعة واتزان، وجبروت التحلي بالصبر عند مواجهة شرور هذا العالم، والتسامي لعلياء الوعي عند مواجهة مقامات الدون. هذا المقام فيه قوة السيطرة على النفس وليس على الآخرين، فيه قوة الشخصية الداخلية التي تتعبر بمحبة ولطف وتشارك وتعاون على الخيرات. من هذا المقام تنبعث رسائل السماء ونصبح رسل العلي القدير في أرضه وبين مخلوقاته. هنا من هذا المقام استطيع الإقرار حقا بوحدانية الله بين الأرض والسماء، بين الخارج والداخل، بين السالب والموجب. من هذا المقام نستطيع تحقيق الأهداف والأمل المنشود، ولنتذكر أن الداخلي ينعكس من هنا على الخارجي، فكلما تنقينا من الداخل وتطهرنا من عيوب النفس فإننا سنحقق أهدافا سامية تعبر عن حقيقة رسالتنا. فمن اختار مقامات الدون ستصبح
هذه الشمس مستهلكة لتحقيق الرغبات الدون؟ أما من اختار رسائل السماء ستصبح هذه الشمس معبراً لتنير العالم بنور الوعي الصافي. بلا شك فإن أقفالا كثيرة قد أوقفت طاقة الحياة عن التعبير في عالمنا الخارجي بسبب اعتقادات كثيرة وخوف وقلق وغضب. هذا يؤدي بنا لتقسيم ذاتنا الإلهي لتصبح أناني محدود صنمي، وتصبح حتى المعتقدات متطرفة. نشعر بالخجل لقفل أصعب هذا المقام. الخجل بسبب ضعف الشخصية الذي يتأتى نتيجة ضعف التواصل مع عالمنا الداخلي. فنشعر بآلام الجهاز الهضمي تتعبر في المعدة والأمعاء، تتعبر في الكبد، المرارة، تتعبر في الطحال. نغذي هذه الأعضاء الآن، نغذيها بطاقة الشمس الشافي، نغذي الكبد، نغذي غدة البنكرياس، نغذي الفقرات الموافقة لهذا المقام، الفقرات القطنية التي طالما أصبنا بها نتيجة انغلاق بهذا المقام. نستشعر الشفاء، ومع حرارة الشمس وعنصر النار واللون الأصفر سنطلق ذبذبة صوتية تناسب تقوية هذه الشاكرا. مع الزفير سنطلق لفظة رم، R-A-M. زفير 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 للداخل للداخل، خمس هاي المنطقة، خمس الوطن للداخل، شهيق 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 الوطن للخارج. رم اللون الأصفر، طاقة الشمس والحرارة مع هذا النوع من العلاج الذبذبي. أيضا زفير زفير الداخل، شهيق رم. شهيق رم.
هذا المقام والتمارين الموافقة ستزيل البدانة التي تتأتى تعديلا لضعف هذا المقام. نأخذ قرار بالالتزام بمواعيد الطعام، ألا نأكل بين الوجبات، وفي الوجبة الواحدة نتناول ما مقداره قبضتي كفينا. كثرة الطعام تؤذي هذا المقام والتطرف فيه أيضا، التطرف في اتجاه المالح والحامض والحار أو المشروبات الحارة أو الباردة جدا تؤذي هذا المقام. حتما الأمراض الموافقة هي من صنع أيدينا بنظام حياتنا، فالضفيرة الشمسية بهي الطاقة تحبذ الطعام الصحي الحيوي الطبيعي المبارك، وليس الطعام الميت المصنع المنكه. ونحن بعمق الوعي الآن نتخذ القرار بأن نكون أصحاب إرادة لنتسيد على هذه الطاقة، فتصبح علاقاتنا ومشاعرنا وصيرورتنا في هذا العالم متوازنة، تدعم رسالة صعود الطاقة باتجاه المقامات الأعلى، فلا نتلهى بتكبير البطون وحشوها بما لا يليق، ولا نتلهى بآلام تعيقنا على الطريق، فنحن عابرون في صحراء هذا العالم، فإن لم نعبر بوعي سندفن في رمال الصحراء بلا عبور. الآن رح نستخدم تمرين تنفسي، يمكن استخدامه كل ما سنحت الفرصة، يساعد عضلات البطن ويساعد على دوزنة هذه الطاقة بالرجوع لما هي يجب أن تكون عليه. التنفس البطني هو مثل تنفس الطفل، مثل ما ذكرنا بخمس البطن للداخل 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 أثناء الزفير راح تصير تقلص، ثم بالشهيق ينتفخ البطن للخارج. هنا نستطيع فقط استخدام الزفير من الأنف مع دفع البطن للداخل، فقط زفير والشهيق لوحده بشكل عفوي، أو اللي ما بيقدر شهيق مع زفير سريع، نأخذ مثلا شهيق مع نفخ البطن للأمام، تحريك البطن للأمام هي شهيق، البطن للأمام زفير، البطن للخلف اتجاه ظهر، شهيق بطن للأمام زفير، خمس البطن للداخل.
نكرر 10 مرات من جديد. هذا رح يعملنا توازن، ممكن نشعر بدوخة بالبداية عشان هيك لا نجد نفسنا بالتدريج رويدا رويدا بيمشي الحال وبصير الطاقة ترجع، عسر الهضم بيزول، قلة الشهية بتزول، حتى وظائف الكبد تتوازن أكثر، البنكرياس، حتى العمود الفقري. هذا تمرين هام طاقي يبعث الحياة بهذا المقام للأعضاء الموافقة. وهنا تصبح الشخصية بنا قوية بالله، عظيمة من عظمة الله، غير متجبرة على خلقه، واثقة من داخلها بنور حي بذاتها، تستطيع اتخاذ القرارات الصحيحة وتحترم ذاتها وتكون مسؤول عن كل ما تنسجه بثوبها القدري. وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا عندما نصبح بمشاعر الغضب والقلق والخوف، الخوف الذي يرتبط بكل مقام، الجذر المولد للأمراض. لا نلومن سوى أنفسنا عندما نصبح مكتئبين، ضيقي الأفق، غير قادرين على اتخاذ قرار، غير قادرين على تجلي الأهداف في ساحتنا الحياتية، مصابين بالأمراض، وكأن حلاوة النفس ولطفها وعالم الجمال قد ابتعدوا عنا لأننا فقدنا حقيقة الحال. نعقد العزم على تقوية إرادتنا وربط دوما بسماء العقل الشامل، سماء الوعي المربوط بسمو القدرة الإلهية بعظمتها واتساعها وجبروتها. نعقد العزم على أن نشع من خلال هذا المقام قوة طاقة الحياة، وأن نكون متسيدين على علاقاتنا ومشاعرنا من خلال عنصر اللطف والمحبة بداخلنا. عندها وعندما نلتزم ونتسيد على الحواس، فإن صدرنا ينشرح، يصبح واسع، وفكرنا يتسع، فنشعر بحقيقة الإيمان، وتصبح التطلعات والأهداف في حياتنا سامية إلهية، وليست بتلكم الأنانية التي نتبرمج عليها من خلال قوانين الجذب المادية الأرضية. نأخذ قوة الحياة لتصبح أنفسنا تامة إنسانية مربوطة بالإلهية، وليست عبارة عن تجميع طاقات لتحقيق مجرد أهداف أنانية
قد تكون على حساب أذية الآخرين. عندما نتسيد على أنفسنا، على أفكارنا، على طاقاتنا، فإننا نصبح رسل السماء على هذه الأرض، فنحقق معنى الحياة من خلال هذه الجوهرة المشرقة، هذه الشمس المتوهجة ككرة طاقية ذهبية تعم هذا المكان. فلا يأس ولا ضيق ولا كآبة ولا عسر، كله يسر بيسر. مكافأة لنا لتناغمنا مع القوانين الطبيعية ونظم الكون الدقيقة كتجسيد للإرادة الإلهية. عندما ننظر للآخرين أو لأنفسنا لنحكم عليهم أو نقيمهم، لنعلم أن حبلا طاقيا قد ذهب منا من خلال هذا المقام، فخسرنا سلام النفس. لذلك يتعرض الناس للضغط والتوتر ونوبات الرعب وقلة احترام النفس وقلة الثقة بالنفس، يلجؤون للكذب، يلجؤون للصور الوهمية بسبب عدم القدرة على التفكير الواضح نتيجة التشويش في هذا المقام، لأن الإنسان خلق لذاته هذا الشواش. كل ما في الأمر يتطلب منا قرار، نية بأن ندير المفتاح للداخل ونفتح صندوق العجائب ونجعل الطاقة الإلهية تسري عبرنا، لا أن نحجبها في مكان ونسيطر على خلق الله في أرض الإله. من هنا نصنع السلام، من هنا نخرق الجحيم أو الجنة، من خلال قوة النية التي ستعبر عبر هذا المقام بالذات. هذا المقام الكبير الواسع هو أساس الفضائل والإرادة السامية إن كنا بسمو داخلي، هو قوة الشخصية الإلهية بنا، هو قوة الروح فينا تتجلى من خلاله، هو معبر إن استطعنا التحكم من خلاله بدوزنة هذا المقام وضبط أفكارنا وغرائزنا ومشاعرنا وعلاقاتنا، فإن التفاني بالله لخلق الجنة بأنفسنا والثقة بالله حتما مكافأة لنا. لننظر لأمراضنا في هذا المقام، أكانت بالأمعاء، بالمعدة، بالكبد، بالمشاعر، بالعلاقات، بعدم تجلي الأهداف، بالفقرات، بالجلد، حتى الأعصاب تتعلق بهذا المقام، لأن هذا المقام هو معبر لكل العالم المادي من خلال ما هو داخلي. وبالتالي أمراضنا الآن نرضى بوجودها كمحفزات ومنبهات لنا لكي نستعيد توازننا، نستعيد ثقتنا بالله، ثقتنا بأنفسنا الإلهي. نردد كل يوم توكيدات الجمال بصدى يقول: أنا قادر بقدرة الله، أنا فاعل
لأنه سبحانه الفاعل عبري، أنا أستطيع أن أفعل كل ما يريد لي من خير فهو منه، والشرور حتما مني. تنبهني لكي أكون دائما معه، أنا منبع الإلهام من خلاله، أنا إشراقة الشمس الروحية تتجلى في عالم مادي، أنا مكتف بذاتي لأن ذاتي إلهية غنية به، أنا أحب وأقدر وأتقبل نفسي لأن نفسي ربانية، أنا أقبل كل ما أراه وأسمعه وكل حدث يأتيني وكل إنسان يأتي لساحتي الحياتية، لأني أدرك أنه انعكاس لما بداخلي، فإن كان صديق خير فنعم الصديق، وإن كان ذو شر فهو تنبيه لي لأزيل من نفسي تلكم الشرور. أنا أستطيع التعبير عما بداخلي، أنا أستطيع أن أنجز أهدافي، أنا أسمح لتجلي الأهداف في حياتي، أنا الحر من داخلي، أنا حر، أنا حر، أنا حر، أنا الجمال يتعبر من خلالي كتعبير عن جمال المبدع جل وعلا، وسيتجلى الهدف، وسيتجلى الهدف، وسيتجلى الإله في ساحتي بكل ما أرى، سيتجلى الإله في كل مجريات الأمور، سأرى إرادته العلية متجلية في كل علاقاتي وعواطفي ومشاعري، لأني قد نصبته سبحانه حاكما على عقلي متجليا بنوره من خلال روحي. سيتجلى بواقعي، وقد تجلى النور، وتجلى النور، وتجلى النور، فمن النور أتينا وإليه نعود، وعالمنا الداخلي يتعبر عبر هذا المقام بلا سدود ولا حجب ولا عوائق. فيض الإلهام الداخلي، فيض النور الرباني يتعبر من خلال مقام الضفيرة الشمسية في عالمنا المادي. ناخذ شهيق، ننوي على فتح العيون إن أردنا بعد قليل، مع عقد عزيمة وتصميم أن نكون على أنفسنا من العاملين، هذا هو الجهاد الأكبر لكي تتجلى حقيقتنا الإلهية بساحتنا الحياتية، فنرى الإله في كل موجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.